صباح واهلا وسهلا على القناة. اليوم بدنا نتحدث عن التليفون الجديد من شركة سامسونج، السامسونج جالكسي A53. عنده كمان 5G موجود لهالتليفون. هذا التليفون لسنة 2022 بنسميه الـ A سيريز احسن شيء. السنة الماضية كان عندنا الـ A52، بس هالسنة صار عندنا 5G، الـ 5G عزيدوا عليه للتليفون وقيموا لنا الهيدفون جاك منه لهالتليفون. هل هذا التليفون بعده منيح؟ بيضلوا يعطينا كل المميزات الحلوة اللي نحن بنحبها وما بيطلب كتير مصاري؟ وأنا بدي كمان جاوب السؤال، هل هذا التليفون أحسن من سامسونج جالكسي S22؟ نعم، عم بحكي عن S22، الموديل اللي ببلش فيه الموديلات تاعت S22. يلا أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. خلينا نتحدث عن سامسونج جالكسي A53. اعملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. فهدول هي كل الأغراض بيجوا بقلب العلبة. عنا الشريط تبع التشريج هون، USB-C للUSB-C، عنا الريموفل تول، هيدا السيم كارد حتى نقدر نقيمه. عنا مميزات منيحة عليه لهالتليفون. هلا الفرق بين هيدا والتليفون اللي كان السنة الماضية الـ A52 انه اول شيء الشاشة عنا هون بتطلع لل 120 بدل ما تكون 90 السنة الماضية. شغلة تانية كمان صار عندنا نحن هون 5G عليه لهالتليفون الـ A53 5G. السنة الماضية ما عندنا الا 4G LTE، وانه اللي صار كمان انه خسرنا الهيدفون جاك اللي كان موجود على الـ A52 السنة الماضية. هالسنة ما عندنا هيدفون جاك، بس هدول بيكونوا تقريبا الفرق بيناتهم، الحجم البطارية وشغلة تانية كمان. السنة الماضية كانوا عم يستعملوا الكوالكوم 720، هالسنة عم بيستعملوا الاكسينوس 1280 من شركة سامسونج. سو غيروا الحاسوب، بس بالنسبة لي انا برضه عم بيعطونا مميزات حلوة كتير، والسعر تبعه لهالتليفون كتير كتير منيح. هلا خلينا نتحدث شوي عن المميزات اللي بينه لهالتليفون والاس 22. اول شيء بدنا نتحدث فيه انه البطارية الموجودة عندنا هون 5000 ملي امبير موجودة، ما عندنا وايرلس تشارجنج، بس نقدر نشارجها بال 25 واط بالشارجر اللي بتقدر تجيبه. هلا انا هون عندي شركة سب كيس بعتوا لي هذا، بس فيكم تجيبوا واحد لكم، هذا بيستعمل USB-C للUSB-C، فينا نشارج فيه التليفون على 25 واط. الحلاوة فيها انه هيدي تقريبا نفس السرعة، مش تقريبا، هي نفس السرعة تاعيته للاس 22. والفرق بيناتهم انه الاس 22 عنده وايرلس تشارجنج، بس بيناتكم بالنسبة لهالشغلة البطارية على الاس 22 3700 ملي امبير، 1300 ملي امبير اصغر منه للتليفون، رغم انه الشاشة عليه للاس 22 هتكون بس 6.1 وهيدي 6.5. سو شاشة أكبر، بطارية أكبر، التشريج بنفس السرعة، وما بعتين حنخسر أي شيء لما نطلع على قوة التشريج منه للتليفون الوايرلس، لأنه بيني وبينكم ما حيكون كتير سريع الحالتين. لما نتحدث عن الكاميرات الموجودة هون، عندنا هون الكاميرا الأساسية حتكون 64 ميجا بيكسل، الكاميرا الثانية الألترا وايد حتكون 12 ميجا بيكسل، وعندنا ماكرو لينز، وعندنا كاميرا زيادة كمان للدبس، معناته لما بتعملوا البورتريت الصور فيه نقدر نسجل 4K 30 فريمز بير سكند. الفرق بين هذا والاس 22 انه الاس 22 بيعطينا 50 ميجا بيكسل على الكاميرا الاساسيه، وبيعطينا 10 ميجا بيكسل للالترا وايد، 12 ميجا بيكسل للالترا وايد، و10 ميجا بيكسل للتليفوتو. هون ما عندنا تليفوتو، التليفوتو اللي بيجينا بالكاميرا موجود هون ديجيتال كروب، معناته بتعمل زوم بالكاميرا والصوره منها كتير تعيسه، بس انه على قليل لازم نعرف انه ما عندنا تليفوتو موجود هون. سو بنقبل التليفون هون، عندنا الشاشه الحلوه 6.5، عندنا الكاميرا موجوده لفوق 32 ميجا بيكسل. فينا نفتح التليفون، خلينا نفتحها هون، نستعمل البصمه لنعمل الفينجر برنت سنسور مثل ما عم نشوفه على الاس 22، بس الكاميرا هونيك 10 ميجا بيكسل، هون 32 ميجا بيكسل. فينا كمان نسجل 4K 30 فريمز بير سكند عليه لهالتليفون، هيدي كتير منيحه وشاشه كتير حلوه. عنا الجوجل فيد على الشمال، فينا نفتح كل التطبيقات، نسحب من هون نفتح كل شيء. بتمشي الشاشه على 120 هرتز مثل ما شفناها من قبل، هيدي شغله كتير حلوه. بنقدر نفوت على الديسبلاي، بنروح على موشن سموث، بنشوف هون 120 هرتز. من السنة الماضية على الـ A52 كان بس عنا 90 هرتز، هيدي بتكون قريب كتير كمان منه للـ S22. 120 هرتز فينا نظبطها، في عنا الدارك مود، عنا اندرويد 12 موجود فيه لهالتليفون، وعنا الـ One UI 4.1 مثل التليفون الـ S22 من شركة سامسونج. كتير منيحة وفينا نظبط كل الشغلات. عنا كمان نقدر ننزل التطبيق تبع الجود لوك عليه لهالتليفون لنقدر نظبط كل الإمكانيات الموجودة فيه. نزلت أنا الهوم أب هون حتى تشوف هون غيرت كيف الريسنت التطبيقات تاعيت هون بتمشي مظبوط. تحت الفاملي كمان نزلنا هون الـ One Handed Mode، فيني أقلب بيناتهم، وفينا نرجع نعمل من هون بترجع بترجعنا للشمال. كتير حلوة وكتير عدة نظامات نقدر نظبطها ونظبط كل الشغلات المعجبين فيها. هلا خلينا نتحدث عن الكاميرات الموجودة هون. مثل ما قلت لكم 4K 30 حيكون أحسن شيء موجود من قدام ومن ورا. عنا عدة طرق كمان نعمل صور، فيديو، البورتريت مود مثل ما خبركم. عنا هالمود الجديد مسمينها الفن مود موجودة، بتقدر تعملوا AR موجيز عليهم كمان. وعنا تحت المور فينا نستعمل الكاميرا الأساسية والكاميرا الماكرو موجودة. عنا نايت مود، البرو مود، البرو فيديو، سينجل تيك موجودة بس حاطينها لجوا، البانوراما، سلو موشن، سوبر سلو موشن، والهايبر لابس.
شغله حلوه فيها مثل ما قلت لكم، رغم انه الحاسوب اللي عم نستعمله هون منه اقوى حاسوب، الاكسينوس 1280 حيكون اخف من الحاسوب على الاس 22، بس لانه الشاشه كبيره ولانه عندنا نحن الحاسوب اللي ما بياخذ كتير قوه مع هالبطاريه الكبيره اكبر من الاس 22، هيدا التليفون حيضينكم مده طويله الاستعمال تبعه، خاصه الستيريو سبيكرز موجودين هون عليه للتليفون، عندنا زر الباور بتن والفوليوم راكر، لفوق عندنا الميكروفون، على الشمال ما عندنا شيء كله فاضي، من تحت نقدر نحط السيم كارد والميموري كارد نقدر نزيد عليه الاس دي كارد عليه هالتليفون، عندنا كمان الميكروفون اليو اس بي سي والستيريو سبيكرز من تحت والسماعه الفوقيه الموجوده، ومثل ما شفتوا عندنا كمان الاولويز اون ديسبلاي فينا نظبطه للشاشه عليه للتليفون. خليني اعطيكم مصر هلا عن الكاميرا الموجوده قدام وورا على الاي 53 5G. هنبلش بالكاميرا الاساسيه الموجوده هون، عم نقدر نصور ال 4K 30 فريمز بير سكند، ما عندنا 4K 60 ولا 8K، بس الحلاوه فيها هون يعني قليل بنقدر نصور 4K من قدام ومن ورا، على اللمزه الموجوده قدام نعمل فيديوهات وخاصة ورا، خلينا نقلب هلا للكاميرا الموجودة ورا لأنه بتعطينا 4K أحسن، لأنه الكاميرا الموجودة هونيك أحسن من الموجودة عندنا قدام. هلا الكاميرا الموجودة ورا هون عم نستعملها على الكاميرا الأساسية، رغم إنه فينا نستعمل الكاميرات الألترا وايد كمان لنصور فيها كمان الـ 4K 30 فريمز بير سكند. الكاميرات الموجودة هون حلوة، التعجير بين بتعطينا نحن الـ 4K 30 من قدام، 4K 30 ورا، و 4K 30 على الألترا وايد، مش نحن بس عندنا الكاميرا الواحدة بس موجودة بتعطينا هالقدرة. هي شغلة كتير منيحة لما نطلع على تليفونات البادجت من شركة سامسونج. مثل ما شفتوا الصور حيكون احسن شيء موجوده من الكاميرا الموجوده ورا لانه هداك الاحسن الكاميرا ال 64 ميجا بكسل، بس برضه 40 4K 30 فريمز بير سكند موجود من قدام ومن ورا عليه للتليفون وحيعطوكم الخبره الموجوده المضبوطه اللي انتم بدكم اياها. هلا خلينا نلعب الغنيه اللي عاده بنلعبها، اليكس كريندو جامبو من ان سي اس ريليس، السماعه من تحت والسماعه من فوق بيعطونا ستيريو سبيكرز عليه للتليفون. ومثل ما شفنا الصوت كتير منيح، منه اعلى صوت موجود بالسوق، بس بيناته وبين الاس 22 صراحه ما بتقدر تعرفوا الفرق بيناتهم اثنيناتهم. الصوت العالي بتقدر تستعملوه لتتفرجوا عليه للفيديوهات، فيكم تستعملوه كمان لتعملوا مكالمات وما حيكون عندنا اي اشكال. الاس 22 الترا حتعطينا اصوات احسن، بس عم تدفعوا حقه لهداك التليفون. ما بدنا ننسى انه هالتليفون بامريكا هلا عم ينباع ب 350، الاس 22 ببلش بال 799. هل في هالقد فرق بيناتهم لهالتليفون بين هالتليفونين لنقدر نختار الاس 22 أو الـ A53؟ خلينا نتحدث شوي. كألعاب موجود هون، نزلت أنا عدة تطبيقات موجودة للتليفون، خليني أنزل الصوت. عندنا الجيم سيستم موجود هون، فينا نظبط الفيديو، نعمل ريكوردينج، فينا كمان ندفع تطبيقات تانية إذا بدنا ننط من تطبيق لتطبيق تاني. كل هالشغلات بتمشي مظبوط وبنقدر نظبطها عليه لهالتليفون ونستمتع فيه. هيدي حلاوته لهالتليفون. الحاسوب، البطارية والشاشة نفس الأنظمة مع بعض حتى تقدر تعطيكم خبرة مدة طويلة وتستمتع فيها أكثر. هلا بين هيدا والـ A52 اللي نزلوه السنة الماضية، مثل ما قلت لكم، خسرنا الهيدفون جاك، بس منا لهالقد أنا بعتقد هيدي مشكلة. بالنسبة لي أنا بحب أستعمل الهيدفون جاك تبعي أنا موجود بالداك، هيدا الأوديو الإنترفيس اللي فيكم تجيبوه، مثلا هيدا الهيلم بولت بنقدر نستعمله، بيركب فيه للتليفون من تحت وبيقدر يعطينا الهيدفون جاك اللي نحن محتاجينه، والصوت بيجي منه احسن بكتير من اللي موجود حتى من الاس 22 اللي بنستعمل اليو اس بي سي كونكتور. هيدي الشغله لازم نعرفها لانه هيدا بتاخذ قوه المحاسبه تاعت الاوديو برفورمانس اللي عليه للتليفون من الحاسوب جوا وبيخليه يستعمل الهيدفون جاك من هون. فيكم تستعملوه لتطلعوا صوت منه للتليفون، وفيكم تستعملوه لتفوتوا صوت عليه اذا بدكم تستعملوا ميكروفون ولا شيء هيك كمان على المكالمات على الفيديو، يا اما عم بتسجلوا فيديو عليه للتليفون. خليني أفرجيكم هلأ مصدر عن الألعاب عليه للـ A53. مثل ما شفتوا الالعاب حيمشوا كتير منيح،
بالنسبة لي أنا لما بنطلع على التليفون، لما بدنا نحط مصرياتنا على تليفون، بنشتري تليفون من شركة، إنه إذا كانت سامسونج ولا موتورولا ولا أي شركة تانية، لازم نعرف شو عم نجيب، ولازم يكون عندنا خبرة إنه على الأقل نعرف عم نجيب التليفون اللي حيمشي معنا أحسن شيء. الـ A53 والـ S22 منهم قريبين من السعر، واحد 800 دولار واحد 350 دولار. في فرق كبير بيناتهم، بس في مميزات انا بالنسبه لي لما بفكر فيهم لهالتليفون، اذا عم بعطي هالتليفون لابني، عم بعطي تليفون لاهلي، لخيي، لحدا ما بدهم يستعملوا تليفون، بدهم ما بدهم فلاج شيب، ممكن احسن شيء. بعتقد انا الاي 53 عنده مميزات كثير منيحه والسعر مزبوط. هلا مزبوط الاس 22 في عنده عده مشاكل ماشي فيه، انا ما عم بقول انه التليفون منه منيح، بس كالنظام اللي زبطته شركه سامسونج هالسنه ما بعرف ليه هيك عاملين فيه. اول شيء الكاميرات اللي شفناهم ما تشددوا، الشاشة موجودة هون صغيرة 6.1، بعرف انه هالتليفون مفروض يكون صغير، بس البطارية الموجودة عليه 3700، يعني صراحة كتير صغيرة. التشريج عليه ما اجي التشريج السريع مثل ما شفنا التليفونات التانية البلس والالترا، اثنيناتهم بيجيون 45 وات، هيدا ضلوا على 25 من السنة الماضية. الوايرلس والريفيرس وايرلس بطيئين منهم كتير سريعين. سو بالنسبة لي لما بتطلع فيه لهالتليفون، اذا انتو بس محتاجين تليفون صغير من شركة سامسونج حيمشي منيح، بس لما بقارنه بين هذا التليفون وبين الـ A53، الحاسوب الـ 1280 الأكسينوس من شركة كوالكوم مع الشاشة الأكبر مع البطارية الأكبر بتساعدنا نستعمل التليفون لمدة طويلة أكتر، فيديوهات، ألعاب، نتسمع موسيقى، كل هالشغلات هتقدروا تعملوا أكتر فيها مدة طويلة. ثلاث أرباع الناس لما بحكي معهم أنا صراحة لما بيسأل بسألهم أنا، هل أنتوا بتفضلوا إنه التليفون يكون أقوى ولا بتفضلوا إنه البطارية تمشي وتضاينكم مثل مدة طويلة أكتر؟ ثلاث أرباع الناس بيقولوا لكم بدهم تليفون يضاين مدة طويلة، يضاينهم يوم يومين ولا حتى يوم ونص. بهالسبب لما بنطلع على التليفونات وطريقة إنه التشريج منه أسرع، بعتقد أنا الـ A53 بيضلوا أحسن كنظام مثلاً بالسعر تبعه، المميزات اللي جاي فيه، الكاميرات الموجودة فيه، في عنا الجود لوك، في عنا المميزات السبيكرز، في عنا كمان نقدر نستمتع كل الشغلات الـ 5G موجود عليه كمان لهالتليفون، وسعره كتير كتير منيح. بأمريكا 350 دولار تقدر تجيبوه جديد وعليه أنلوكت من شركة سامسونج، يعني ما ضروري حتى بتكون تجيبوه من شركة التليفون مثلي على تي موبل. عشان هيك انا بقول هالتليفون انا صراحه بنصحكم تجيبوا هيدا فوق الاس 22، بس اذا عم بتفكروا بالاس 22 بلس ولا الالترا حتتغير شوي الحديث، لانه هدوليك تليفونات صراحه تجددوا، غيروا فيهم شغلات منيحه. والاس 22 الترا بدنا نحكي مزبوط تليفون ولا حتى بالنظام للاس 22، هيدا نوت مسميينه الاس 22 الترا، بس هيدا النوت، هيدا الجالكسي نوت اس 22 تبعت سنه 2022. عشان هيك أمنيتي أن يكون عجبكم الفيديو ولقيتوا على القليل خبرة فيه إذا عم بتفكروا تقارنوا بين هالتليفونين. أنا بالنسبة لي بنصح أي حدا يشتري A53 ويوفروا مصرياتهم ويستمتعوا بالتليفون مدة طويلة، وإذا بدهم يعملوا شغلات تانية بال 400 دولار الزيادة اللي بدهم إياها يستمتعوا فيهم، ما ضروري يضيعوا مصرياتهم على الـ S22. إذا بدكم تجيبوا شيء أحسن تاني عندي فيديوهات تانية كمان عاملها على القناة. يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك، إن شاء الله عجبكم الفيديو، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد.